مشاكل. طيب هاخد كلمه من كل واحد قبل ما نروح بقى نلعب شويه تمام عن الكائن الهالاند. هالاند موهبه كبيره جدا جدا من قبل حتى ما من قبل حتى ما يجي من اول ما طلع في البونتوس ليج. الرهان هو الراجل كسب الرهان من بدايته. الناس كلها كانت بتراهن انه الارقام اللي بيحققها هالاند هي مرتبطه انه بيلعب في البونتوس ليج. فانه يجي من البونتوس ليج يجي بنفس الارقام دي. الراجل كسب الرهان قدام الجميع. في الدوري الانجليزي بقى اللي كنت بتعمله في المانيا ده مش اعلى ليفل كوره في العالم. الراجل ما عندوش ازمه قدام اي منافس باي شكل باي طريقه. دي كلمه حلوه عن هالاند. انا يكفي عبقريه هالاند في ان هو يغير فكر جوارديولا في الاعتماد على مهاجم رقم 9 صريح. هو بيديله كل حاجه كان جوارديولا بيستغنى عنها بعدم اللعب بمهاجم رقم 9 صريح. صح. وبيلعب بشادو سترايكر او ما بيلعبش بمهاجم 9 صريح. بيلعب بباشن رهيب جدا مباشر جدا. كل ما بيستلم الكوره بيروح على الجون رغم اي مدافع ممكن يقابله بيروح على الجون على طول. فلا لعيب عبقري لعيب ما بيحصلش غير مره كل 10 سنين. شايل حاجه لهالاند. شفته باصص لي كده شايل لي حاجه لهالاند. لا هو موضوع هو هالاند اكتر من ان هو مهاجم في البوكس بيجيب جوان. لا هو بيتحرك بشكل مرعب وبيضد مساحه لزمايله بشكل ممتاز. فهو بيجمع ما بين ان هو مهاجم 9 وبين ان هو لاعب يفضي مساحه لزمايله اللي هو الحاجات اللي بيحبها بيب جوارديولا. مع العلم ان هو مازال لما يستخدم واحد من اهم اسلحته هو ان السيتي يبقى مغلوب او متعادل وحاطط هالاند في المنطقه وبيلعب له عرضيات من كل اتجاه. دي ما حصلتش غير في لقطات صغيره او ماتش كريستال بالاس. ماتش كريستال بالاس 3 4 دقائق اللي هو جاب فيها ساعتها الجول. استون فيلا يعني كان في شوط ثاني شويه كان في تقفيل وبتاع لسه بقى ما شفناش ده بشكل مركز ان هو يحطه في المنطقه ويلعب له عرضيات من كل اتجاه. ده فيلم رعب جديد لسه.